لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين، تحية خاصة لخوكم نافيق الجامع الممالي، الصغار والكبار داخل الوطن وخارج الوطن، كيف ديما توليعة مسائية. أنا نشوفوا الحمام هنا وياكلوا، اللهم بارك. هادو ثلاثة ديال العواد جا خوت، هادو نتمنى يلقاكم هاد الفيديو اخواني المشاهدين بصحة جيدة، نتمنى تكونوا كتولعوا معانا شوية ماشي بزاف، علاش لا من كنطلعوا نتولعوا كنطلعوا، علاش ما نولعوكمش معانا اخواني المشاهدين. كما قلت لكم راه في الفيديو اللي سبق راه حيدت كاع الفرام ليا وكنخلي السيفيانوس هو اللي يوكل، كنخلي السيفيانوس هو اللي كيوكل. كما قلت لكم كل ما وكل السيفيانوس كيزيد يبين. الشنيبرات هما الشنيبرات وراه كنعاونهم بالفول اخواني المشاهدين، كما جا تصوير على غفله ما كنتش عوار ولكن نوريكم هذا الفول كتعاون به الزغاليل كما هادو كتشوفهم تبارك الله كيطالعين الشنيبرات صحاح تبارك الله. ها هو الفول كما وكلتهم، ها الفول باقي كتعطيهم خمسة الحبات تقريبا في الصباح وخمسة الحبات في العشية، وتعطيهم شوية ديال الماء في الإبرة كما كتشوفوا. هذا راه هي باش كنعاون الشنابر باش كيطلعوا صحاح. هذا راه مبيض هنايا، تا هادو راه مبيضين هنايا الجبيضات، تا هادو راه مبيضين هنا كيتسمى بيض فرخ، هما مبيضين والشنيبر ديالو تبارك الله هو، وكذلك هادو تا هما تا هو كيخسر ليهم بيض، تا هما مبيضين وعندهم كيتسمى بيض فرخ. حيدو من هنايا راه كيدير لهم اجعاز، حطو هنايا كما كتشوفوا راه واكلين تبارك الله الفول والشنيبرات. هذو الدكورة الجهة خصني كون شعلت، كون شعلت البولة على التصوير ما شعلتش البولة، هي طافية. هادو راه كيما قلت لكم مبيضين هنا فقصو، هادو الجويجه هادو تجرانيين. هذا الذكر اللي جالس على الوليدات دابا راه نتيوا فينا هي يا هذا يا هذه اللي كتحط نتيوا هي هذه، وهذا هو الذكر راه عندهم وليدات اللهم بارك. كما قلت لكم كنخلي السيفيانوس هو اللي وكل، والفرام ليا ما بقاوش من نهار الماكله غلات اخواني المشاهدين. هادو راه جوج الخوت عوازه، الماكله راه كنشري لهم ديال 9 دراهم الكيلو التخليطه الخوت، ومن احسن تخلي السيفيانوس هو اللي وكل احسن. آه
راه هو كيوكل الوليدات كما شفتوا السيفيانوس اخواني المشاهدين كيوكل عاديه نورمال. بعض المرات كيخرجوا لك جوج دكوره مثلا جوج دكوره ديال السيفيانوس واحد مثلا كينفخ واحد لا هذاك اللي كان ينفخ الى راهم تي وخليتيه يوكل جوج وقيلات راه يطيح الحنقوره يولي يجرى مع الارض. اللهم بارك. كما قلت لكم بعض المرات كيخرجوا جوج دكوره واحد كينفخ واحد لا هذاك راه ماشي عيب حيت هذاك اللي كينفخ الى راهم تي وخليتيه يوكل يطيح الحنقوره يولي زوين. كنطلع للحمام تاع العشيه بعض المرات مع الجوج ديال النهار بعض المرات كل مره لقيت اللي كنطلع ما عنديش واحد لقيتها محدده هادو راه جوج الخوت هاد عواز هادو وتا هذاك هادو ثلاثه ديال الخوت هما ثلاثه ديال الخوت هذا هو الكبير وهادو جوج ديال الخوت وهادو هذا راه في البداله وهذا تا هو خوه الثاني هو نفس المنقار نفس العينين ما كاينش تخلاط وتا هذا راه خوهم نفس المنقار تا هو مشوا السيفيانوس كيوكل باي باي الفراملية السيفيانوس كيوكل اخواني المشاهدين اذكر مسكين البدعيه قرح يلاه قرح راهم تو هو دار الوليدات السيفيانوس كيوكل تا هو عادي العزي عمو فينا هي عمو هادي اخو فينا هو تا هو تحيه للمواليع ديال الشمال كيف ديما ديال الجنوب ديال الشرق ديال الغرب عود الحرام فين حط كنقلب لنا الطاسه هذه حطوها هنايا العزي الاخر هذا هو العزي خوهم الصغير بدعي اللهم بارك Thank you.
كيما شفتو السي فيانوس كيوكل نتمنى يلقاكم هذا الفيديو صحة جيدة. كملت اخوتي 10 دقائق تقريبا. فيديو جديد ان شاء الله. تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.